اهلا بحضراتكم مره اخرى. هنشرك بقى حضراتكم معانا ان شاء الله في الجزء المتبقي من الحلقه، وده هيكون عن طريق سؤال الموجود على صفحه والله اعلم على الفيسبوك. السؤال بيقول: كيف نحقق التكامل بين البشر كسنه من سنن الله؟ هننتظر اجاباتكم ان شاء الله. بعد قليل هنستعرضها مع فضل الدكتور. ولكن مولانا، فيما يتعلق بالمشاهد الكريم اللي بيقول: اذا ما معنى ان الله يحول بين المرء وقلبه؟ هذا نتيجه وليس سبب. بمعنى أن النوع السلام نهانا عن السؤال من غير حاجة، اللي هي الشحاتة، وقال: فإذا سأل فإنه ينكت في وجهه نكتة سوداء، ينكت في وجهه نكتة سوداء، ولا يزال ينكت حتى يسود وجهه. تخيل بقى الوجه أنا أبيض وبعدين في ايه نكتة سوداء كده عملت فيه لاني سألت من غير حاجة. طيب ولما اسأل تاني نكتة تانية والنكتة تانية، طب وتالت، دي التالتة تابتة بقى، ده انت باينك ماشي كده يعني عوج يعني البعيد. وما الله سبحانه وتعالى يحرمه من الرجوع من كثرة الذنوب التي عملها. فدي نتيجة. أيوة أيوة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه على العودة. بعد ما بقى وشه أسود عايز يرجع تاني، هل خلاص توبنا إلى الله؟ لا، ما ينفعش يا أخوات توبنا إلى الله ده بعد ما أصر على الذنب. بعد ما أصر على الذنب حتى حال الله بينه وبين الرجوع والتوبة. ولذلك يشعر أنه في جهنم وما يعرفش يخرج منها، مع انه عايش ويقدر يتوب. قابلنا كثيرا من هؤلاء من ملاحدة امريكا، بيقول لي: يا استاذ انت علي انا يعني، بيقول لي انا في جهنم. قلت له: ليه؟ قال لي: مش مبسوط، انا ازني كل يوم، وكل ما انا مش عارف ابطل، ادمنت هذا وبكذب على طول ومش عارف ابطل وادمنت هذا. قلت له: طيب ما نبدا صفحه جديده. قال لي: انا شاعر ان انا في جهنم. قلت له: طب ما تخرج، اخرج من جهنم، قول بدات صفحه جديده. فقال لي: مش قادر. ادي واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ده بناء النتيجة لاختيار الإنسان الطريق ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرة وعشرين، والإصرار المستديم إلى أن يصل إلى حد الإدمان. حتى لو كان قلبه منكر يا مولانا، الله رب القلوب هو الذي يهدي وهو الذي يطلع على هذا. ما تخافش، ربنا ما بيظلمش حد. ما تخافش على البشر، خاف من البشر لكن ما تخافش عليهم. صحيح. لأنهم بيد صحيح. كريم صحيح. سبحانه وتعالى. البتاع في مسلسل عندك كده بتزعوه اللي هو بتاع الإدمان، تحت السيطرة، هم يقول لك ايه في تحت السيطرة دي، في عبارة كده هو السيناريست كاتبها حلو، هم يقول ايه، يقول هو اللي احنا فيه ده في تبطيل. ايوه ها، يعني انت دلوقتي فضلت تدمن وبالاصرار الغبي وما انتش راضي تتعافى ولا تتعالج حتى تتعافى وهو الى اخره. فهو نفسه بيقول ايه، هو ده في تبطيل. وانت مصدق ان في تبطيل؟ انه ده في تبطيل. هو ده في تبطيل؟ والله ما في تبطيل. اهو ده واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هو ده الران اللي هو خلاص ما فيش حاجه. يعني ايه؟ يعني ده نتيجة معصيتك يا أستاذ حتى وصلت وصلت بك الحال إلى هذا. فالله سبحانه وتعالى حينئذ ممكن يحكم على واحد، فأخونا اتجنن، والتاني انتحر، والتالت مش عارف شنق نفسه ولا عمل أي حاجة بقى تتصورها ممن صدر في غيه. صدر يعني استمر، سادر مستمر في غيه. ولذلك حينئذ فإن الله سيحول. يعني احذر
أن تصل إلى المرحلة التي لا رجعة بعدها. وكذلك في من آمن فكفر ثم آمن فكفر ثم آمن فكفر ثم ازداد كفر. الله أدي واعلموا أن الله يحول بين المرء والقبر. أدي حكاية. فهي نتيجة من معصيتك، ما هي سبب لمعصيتك. عمر الإحالة دي ما كانت سبب لمعصيتك، دي سبب لعدم رجوعك. لكن أنت فضلت تعصي الله حتى اسود قلبك وأصبح مجخيا، مجخيا يعني اسود كده وكله، وحرمت الرجوع والعودة. يبقى الرجوع والعودة ده منة وكرم من عند الله، لكن واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فهو نتيجة وليس سبب. بارك الله فيكم مولانا، بارك الله فيكم، الله يكرم. يعني أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه الحقيقة، يعني الواحد بيبحر في المعاني دي الحقيقة. الأول وأهلا بتقول الأمور مشوشة، لكن أشكر حضرتك لأنك بتوضح لنا هذه الأمور بشكل مبسط وميسر. يعني وعندي حقيقة موضوعين مهمين جدا، يعني مش عارف إذا كان الوقت هيتسع ولا يا مولانا، وإذا يعني أردت حضرتك أن نخصص ليها حلقة أو حلقات تحت أمر فضلتك، يعني فيما يتعلق بأسباب الضلال ووسائل الهداية. يعني إيه الأسباب اللي بتخليني أن أنا أضل هذا الضلال وأزداد وحتى يصبح هذا الأمر لا رجعة فيه؟ النفس والشيطان والدنيا والهوى وعاملينها وحاطينها في الكتب بعد التأمل والتدبر وكذا إلى آخره. النفس والشيطان والدنيا والهوى، النفس الأمارة بالسوء، النفس التي بتخليني مش حكيم فاتبع شهواتي وانسى العقل والحكمة والمآلات اللي هيقول إليها الأمر ده، النفس. وأيضا الشيطان. الشيطان، بس الشيطان ده على فكرة يعني زي ما تقول نمرة اتنين يعني. بس النفس هي الأولانية. النفس ليه بقى؟ النفس ترميلي الحاجة كده وبعدين أقول أعوذ بالله مش عايزها دي، ومترميها لي تاني. مظبوط. ها؟ ولذلك سميت إيه؟ أمارة. أمارة يعني بتؤمر وتؤمر 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 وتؤمر. فعالة. فعالة. صحيح. على طول. لكن الشيطان يا عيني وسواس خناس، يلقي ويجري. ده ناس فاهمه العكس. واخد بالك؟ يلقي ويجري. فانا تيجي قضيه الشر في مخي وبعدين الاقيها راحت. ده لا جري، لاني اتوضيت، لاني صليت، لاني ذكرت، لاني الاذان اذن، فالشيطان جري. يعني اي حاجه. ما احنا مش شايفين. واخد بالك؟ انه وراكم هو وقبيله من حيث لا تراه. فهو احنا مش شايفينه، فهو يلقي ويجري. وكذلك الهوى. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، يعني جعل هواه مؤشرا وجعل هواه يعني زي إماما كده يتخذه، فمش نفسه بس وشهواته ورغباته، ده الهوى كمان. وكذلك الدنيا وما يحيط بنا من عناصر كثيرة ومغريات كثيرة. أجي إخوان السوق، ما تيجي تشم، ما تيجي تسرق، ما تيجي تكذب، ما تيجي نفسد في الأرض، ما تيجي نعمل موقع على النت نشتم فيه الناس، ما تيجي وهكذا. الدنيا دي اللي هم عايشين فيها، قال تعالى فيها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو دول تذكروا الآخرة ما فعلوا ما كانوا يفعلون. طيب مولانا، وسائل الهداية، يعني انا ربنا كتب عليا ذنب معين للاسف بعمله كل فتره، يعني هو يعني اساسا الاثنين دول كانوا بقالهم حلقه وحلقه. يا مولانا، يعني احنا فاحنا دلوقتي خدنا بسرعه تشويق بس. اللي هو ايه؟ اسباب الضلال. اعكس تصب. يعني اذا كانت النفس والشيطان والدنيا والهوى هم الاربعه الاساسيين، يبقى اسباب الهدايه انك انت النفس. تحول النفس الاماره الى لوامه، تحول النفس اللوامه الى نفس ملهمه، وايضا تقاوم الشيطان وتكون من المخلصين حتى لا يتسلط عليك الشيطان بوساوسه، وايضا انك انت تدعو الله وتجعل اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وايضا تصحح مفاهيمك وتخرج من عباده الهوى الضيق الى عباده الله الواسعه، وهكذا. يبقى انت بالعكس، يقول لك ايه؟ اعكس تصب.
يعني تبقى على الصواب. فانت دلوقتي اعكس طوس الاربعه دول احفظهم ويبقى الضد بتاعهم هو اسباب الهدايه. لا يا مولانا احنا كده عايزين حلقه بكره. مش كده؟ ان شاء الله بكره ان شاء الله بعد اذن فضلتك يبقى حلقه عن اسباب الهدايه واسباب الضلال. يعني حضرتك فنان ان شاء الله في هذه المفاهيم الاربعه ان شاء الله. واحد الحقيقه مشاهد كريم او مشاهده يعني بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل اسم الزوج والزوجه مكتوب عند الله؟ يعني هي حاجه ما تتغيرش. مكتوب عند الله؟ كل ما يحدث زي بالظبط قربت لنا الفيديو والحاجات اللي انت بتصوروها دي وكذا المفاهيم. تمام. الدنيا دي بكل دقائقها متسجله. بس تمام. متسجله صوت وصوره. ايوه. ومش صوت وصوره وبس، وظاهر وباطن، يعني حتى اللي بيجري جواك. أيوه. متسجل. فاذا صوت وصوره والويفز اللي بتطلع اللي هي الموجات اللي بتطلع من مخك. نعم. والهالات اللي كله متسجل، فعلشان بس ما نتعبش نفسنا كل حاجة متسجلة. طيب مولانا بارك الله فيكم، وإن شاء الله متشوقين لحلقة الغد إن شاء الله، ولكن اسمح لنا أن نتحول إلى الاتصال، ناخد على الأقل اتصال واحد بس. الأستاذ فارس اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك كان عندي سؤال للدكتور. اتفضل يا فندم. حضرتك أنا من فترة اتفرجت على حلقة وكان الدكتور قال في صحيفه اسمها تاج ولا حاجه كده بتاعه الماسونيه، كنت عايز اعرف ايه هي الماسونيه ومين هم وما هي ما علاقتها بالدين. حاضر. الماسونيه اللي كان التاج المصري او تاج المالكي، التاج المصري اللي نشر فيها سيد قطب المقاله. أيوة. بتاعته، لانه كان من الماسون في فتره من فترات حياته قبل ما ينضم الى الاخوان المجرمين. حلقه. التاج المصري دي كانت جريدة بتصدر في مصر من الجرائد الماسونية، فما هي الماسونية وكذا إلى آخره، دي نفرد لها حلقة ونجيب تاريخهم الأسود ده. والماسونية أنا أعتقد أنها خلاص خبت وضعفت، لأنه حل محلها ورثها منظمات أخرى، ومن ضمن من جزء من الميراث بتاع الإخوان المجرمين. نعم. طيب ان شاء الله يكون لي حل ان شاء الله، يعني نوعد برضو بحلقه دي الماسونيه، ايه تاريخها، دخلت ازاي، عايزه ايه، ازاي تحولت، وايه اراء المفكرين فيها، لان في اراء مخفيه فيها. ونشوف ايه الحكايه ان شاء الله. كمان انا حابب اعتذر لحضراتكم على ما قريتش الحقيقه مشاركاتكم على سؤالنا، لكن بكره ان شاء الله بما ان الحلقه ممتده باذن الله، فاشكر في الدكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. شكرا مولانا، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. نراكم على خير ان شاء الله. الى اللقاء.